بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم، فإننا في شرع للميمون أبصار. ثم أما بعد، فطبتم جميعا أيها الإخوة الأحباب، وطار سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك وفي هذه الفعاليات المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أحبتي في الله، مخاطر تهدد المجتمع، حملة تشنتها الدعوة السلفية حرصا منها على هذا المجتمع، وهذه الحملة تدور على ثلاثة مخاطر. الخطر الأول التكفير، والخطر الثاني الإلحاد، والخطر الثالث الفساد. وقبل أن نبدأ في فعاليات هذا اليوم المبارك، نستهل هذا اليوم بالقرآن الكريم مع أخونا الفاضل الأخ محمد إسماعيل، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.